عالي جدا، ذوق موسيقي عالي جدا جدا. اليوم موسيقى اولد بات جولد، يعني قديمه لكن ذهبيه. نتوقع على توقعات اليوم التاكسيستيه لو قاعدين يزيدوا في الصوت، والتاكسي الجماعي الناس اللي في كرهبه اللي قاعده تزيد في صوت الموسيقى. الحقيقه علي المديني اليوم رجع فينا الروح، رجعنا للزمن الجميل. كلمه ولات تخوف النهارات هذه، وكلمه دور برشا. الزمن الجميل في الموسيقى يا جماعه، الزمن الجميل بتاع الموسيقى، زمن الكلمه الجميله. ولهنا مازال معانا متدخلين، ومازال معانا ناس تدخل في اجريكاب الحقيقه، يحملون من الحب لهذا الوطن من ايام الزمن الجميل، من ايام الدفاع على الوطن هذايا وتحرير تراب الوطن هذايا من المستعمر الفرنسي. واليوم مازالوا يناضلوا ومازالوا يكافحوا، لكن المره هذه ما همش يناضلوا بالسلاح، المره هذه يناضلوا بالمسحه وبالتراكتورات وبالمحرث العربي وبالالات الثقيله، يحاربوا في استعمار غذائي فلاحي العالم كله تقريبا اليوم يعاني فيه. انا معايا جندي من جنود هذا الوطن، الجندي هذا ما هوش موجود في تونس، موجود في ايطاليا، قاعد يكافح ويناضل من اجل هذا الوطن. معايا وسعيد جدا باستقباله الحقيقه في مداخله ثانيه في اجريكاب، كريم جبالي. صباح النور. صباح الخير خويا محمد، صباح الخير وتحيه ليك وتحيه لجميع مستمعيك داخل وخارج حدود الوطن. شكرا ليك يا كريم، محلاك ومحلى تحركاتك ومحلى هيك الديناميكيه اللي خلقتها، وكل الروح اللي بعثتها في الاخيان الفلاحه اللي مجتمعين اليوم حول مشروع دار الفلاح وغيره من المشاريع. هاو كان انتم الناس اللي تسمعوا في كريم جبالي، شفتوا اللهجه القرويه محلاها، اللهجه نتاع الزلاسي الحر. ما تفيقش يا كريم، ما تكونش من الجماعه اللي يعيشوا في ايطاليا، ما قالناش بونجورنو، قالنا صباح الخير. كي شوف اسمع زايد ما يقربي ما يخرجش من قشرته يا كريم. هذيك هي تونس، تونس تقعد ديما في القلب راه، مهما تغربنا مهما بعدنا تونس، وبالعكس انت تولي تحبها اكثر. طبعا وهذا هذا الشعور نحب نوصلوه، وهذه الرساله نحب نوصلوها، اللي راهو بالحق والله العظيم يا قيمه البلاد هذه. نسبوها في النهار 10 و20 مره ونلعنوها ونلعنوا زماننا ونلعنوا وجودنا فيها، اما نهار نبعدوا عليها صدقني تتمنى باش تشم ترابها. ممكن كلام البعض يقول لك شنو معناها، لكن جربوا الغربه، واللي جرب الغربه يعرف قيمه الارض ويعرف قيمه البلاد هذه. وصدقني الانسان اللي عمرك ما قلت له صباح الخير في الحومه يتولي تتوحش، وتتوحش القهوه معاه وتتوحش القعده معاه. كريم تحيه ليك، وربي يهون عليك غربتك، وانت ما الحقيقه ما نعتبركش متغرب باعتبارك ديما موجود في البلاد. هات نبدا معاك كريم في تجربتك في زراعه السوجه ومحاولاتك في زراعه السوجه بعد المرحله الاولى والزراعه الأولى الحقيقة اللي ما جات في وقت ممكن صعيب شوية، عودت تجربة ثانية والحمد لله اليوم نجم نقول الحمد لله فما نتائج طيبة. والله يا محمد أنت يظهر لي ملم بالموضوع، الكل صحيح 2022 في أوائل 2022 زرعناها في غير وقتها، جام في فيفري فهمتني، وجربتها تجربة شخصية ما جربناش الناس الكل. ما نجحتش، عودت في رمضان أبريل 2022 جبت كمية أخرى صغيرة فهمتني، مشي برشا فهمتني، ما نحكيو في 500 غرام ولا عاود جربت الحقيقه وتلاقيت بها، وعندي شكون معناها حتى كي روحت فما شكون تلاقي بها. الحمد لله معناها نجحت التجربه ومعناها وعطات وما شاء الله. من وقتها وليت نخمم، قلت علاش معناها فتو احنا نشوفوا فيها الزراعات الكبرى الموجوده في البر كل موجوده في تونس، كي نحكيو على مثلا المقلوبه الكحله ونقولوا احنا دوار الشمس، نحكيو على القنيه العلفيه، نحكيو على القمح الشعير الذراع، كل شيء موجود هذا في تونس. اشباه كان السوجه الحاجه الوحيده اللي مش موجوده علاش، وهي راهي زراعه صيفيه، احنا هنا في ايطاليا نزرعها في ماي وجوان. فما تقول علاش شنو السبب؟ السبب والله قلت ولا فهمت وين السبب الحقيقه. المفيد ما نطولش عليك، المفيد من بعد هذيك اللي جمعتها غادي في تونس والحمد لله جمعت كميه محترمه، جبت كميه اخرى زاد من نوع اخر، هما جوز انواع الدارينغ والبي 2045 فهمتني، وعملت جوله، عملت جوله اولى وعملت جوله ثانيه، انا مرتين عملت جوله في رمضان السنه وعملت جوله معناها عندي شهر التالي. روحت لتونس الحقيقه، نروح بجمعتين انا ديما معايا مرتي وولدي فهمتني، ضربوا تونس من قدام فوق تابلو دبور، روحت 14 يوم عديت 12 يوم في الكياس، درتها من شمالها لجنوبها فهمت توا. باهي اليوم
تفضل كريم. تعرفنا على برشا فلاحين في التجربة الأولى في الدارين الحمد لله اللي تزرعت في رمضان هذا قاعدين نحصل فيها بشوية تجربة، راهي نحكيو في 50 جرام مش نعطي في كيفوات. أي أكيد جدا. معناها فما برشا فلاحة جربوها تبارك الله في الصحراء في الفوار، معناها أنا نحكي لك على قبلي حدود زايد الحمد لله يا ربي أعطيها ما شاء الله من كيف لكل بلاصة فهمتني. هذا هو وتفاعلوا الفلاح الحمد لله، وفي نفس الوقت تعرفنا على بعضنا، معناها ما بقاش الفلاح معناها من جهه القروان يعرف كان جماعه القروان من جهه ليه لمينا بعضنا، ولات الناس تقول تعرف بعضها في الجروب، ولات الناس تقول تفتلك. من هنا اتزرعت فكره دار الفلاح التونسي ماكله حديث ما تفتلك بتاعنا فهمتي في الجروب، اتزرعت الفكره ويظل بكري خويا طارق فاهمك على الحكايه، وان شاء الله المشروع ينجح وان شاء الله الدوله تكون معنا، وهذا هو اللي ما حاجتنا بشيء الحقيقه، حاجتنا باش يسمعونا فهمتي، ما حاجتناش بتمويل يسمعونا فهمتني ويعاونونا وكاو ما يعطلوناش خليونا نخدمو فهمتني. هذا هو. هو كريم السؤال الحقيقه ربما حتى الناس اللي تسمع تطرحه الحقيقه، يقول لك التوانسه اللي يعيش لبرا هو يعمل يخرج يتغرب باش يعمل شويه فلوس باش يحسن وضعيته باش يخدم على روحه باش اذا كان ما لقاش حظه في البلاد هذه خرج باش يلوج على حظه في بلاد اخرى، لكن وقت اللي يبعث فلوسه يخمم في الاستثمار. نشوفوا في ناس برشا ناس قاعد تستثمر في العقارات، برشا ناس تستثمر في مجالات مختلفه في الصناعه في التجاره في غيره. كريم جبالي استثمر في 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 الدار، استثمر في العقار، لكن ماهوش عقار مبني بالسيمان، هذا استثمر في دار الفلاح، في عقار زراعي في الفلاحه، في وقت الحقيقه وصلنا لمرحله انه التونسي ما عادش يمن بالفلاحه كاستثمار. اليوم ربما هل النزعه الاستثماريه للفلاحه في ايطاليا، وربما كنشوفوا الفلاح بقدره في ايطاليا، الفلاح يصور في ايطاليا، الفلاح سيد نفسه في ايطاليا، هذا اللي شجعك انت تقول لما لا انا نكون كريم جبالي سيد نفسي في تونس ونكون مستثمر في مجال اللي ما راهنوش عليه البعض، انا نجم نراهن عليه وننجح فيه. والله يا سي محمد اسمعني انت حاجه بسيطه برشا، يظل عنا سياح يجاو لتونس برشا تلاين، والا اذا ريت سايح معناها راجل لابس الذهب برشا ذهب راه فوراه فلاح، اساله تو تقول له تقول له اش تخدم تو يقول لك فلاح، لان الفلاح راه يكسب الفراري ويكسب المازيراتي ويكسب فهمتني. الفلاح هنا هو الفلاح هو يوكل فيك، معناها هو يوكل في شعب كامل، معناها حتى احترامه حتى معناها في كنترول بتاع الشرطه وانا في كنترول بتاع مطار يخزر للمهنه فلاح كانه يخزر الدبلوماسي فهمتني كيفاش محمد. معناها لهنا الفكره هذه يلزم زادها في تونس، معناها ما يقعدش الفلاح علاش نحكوا فيه الفلاح وشاد صف فهمتني على شكاره نخاله فهمتني وطيح له قدره، والا توصله باش فهمتني يكب حليبه ولا يكب فهمتني ما نعرفش فهمتني. لا الفلاح يلزم يعطيوه قدره في تونس، الفلاح راهو ما غير فلاح راهو ما غير مرشي برور انا نموتوا بالشر. معناها كالفلاح ما يهبطش منتوجه المرشي رانا نموتوا بالشر، كان فلاح ما يزرعش هاك تشوف توا في المخابز وهاك تشوف في الدنيا، ومعناها العشره نتاع النار ما تلقى حتى خبزه، وبرا شوف الصف توا كيفاش. هذا الكل هذا الكل على خاطر الفلاح منسي فهمتني مهمش لا علاقه، يخموا في حكايات اخرى ما نعرفش فاش يخموا، والفلاح متكينوا على جنب عباره ما نعرفش كيفاش يخموا. هو احنا كريم في تونس مش يطلع بطاقه تعريف وما عندوش مهنه يحطوا له اسهل حاجه انه يعمل فلاح، والا اللي يحب يمشي يحل كونت في السي ان اس اس يعمل كونت بتاع فلاح، باعتبار مش يوريك من هنا القيمه اللي عطيتها الدوله للفلاح، يعني حك راسك تصبح فلاح في تونس باعتبار ما عندهاش حتى قيمه ما عندهاش حتى فايده. كريم انا نستسمحك بضعه دقائق نعديو الاخبار ونواصل الحديث معاك، والحديث معك شيق جدا.